احنا قدامنا لقطه دلوقتي على الشاشه كابتن، وجودك مع كابتن حسام بدري بعد المباراه يمكن كان سلام حار. ده كان بعد اتقال، المؤتمر الصحفي ولا قبله يا كابتن؟ لا قبل المؤتمر الصحفي، اصل اتقال ان احنا زعلانين مع بعض عشان حسام امر ان الملعب يترش وبتاع، والناس عندنا الاداريين منعوا رش الملعب، وان انا قابلت حسام في الطرقه واحنا طالعين الملعب وسلمت عليه، لكن اتاخرت شويه مع سيد عبد الحفيظ ومع اسلام محارب، وطلعت انا وسيد واسلام محارب بره على التراك، صحيح. وقفنا حيينا العالم مع بعض. فانا رحت لاسلام عشان بقول له حسام زعلانين مع بعض ومتخانقين، احنا اصدقاء جدا، ورحت سلمت عليه قدام الكاميرات عشان الناس تفهم حقيقه الوضع. حاجة جميلة كابتن، حاجة جميلة طبعا. لا كابتن مصر عايزين، كابتن حلمي كان كابتن هنا في الاستوديو، عايزين سلام حضرتك طبعا وبعض الأسئلة موجودة معاك. كابتن حلمي احنا بنبقى سعداء جدا لما بنشوفك الحقيقة، وبنبارك لك على الثلاث مباريات اللي فاتوا، ربنا يخليك والله خبرة وحقيقة، عندك شفافية في التدريب وعين صاخبة، يعني كفاية كلمتك انك بتقول امتلاك الجماعية والفردية للنادي الأهلي تقدر تتوجه في أي مكان، الحقيقة دي حقيقة حضرتك الكلام اللي بتقوله ده يبشرنا ويوضح لنا قد ايه حضرتك على خبره جامده قوي، انك بتقرا الفرقه اللي قدامك، ونتمنى ان فرقتك دايما معاك كده تكون موجوده في المربع الذهبي باذن الله. كابتن حلمي، كابتن حلمي احنا بنشكرك طبعا، وانت مش غريب على قناه الاهلي، انت طبعا متذكر وجودك في وقت من الاوقات. صحيح صحيح كابتن، هارد لك النهارده وان شاء الله موفق بقى في الفترات القادمه ان شاء الله. كابتن ربيع، كابتن عادل بيسلم عليك ويقول لك هارد لك طبعا، هارد لك كابتن. شكرا كابتن، شكرا كابتن حلمي، مبروك على الاداء يا كابتن حلمي والله.